لا حشومه حشومه، هذيك قله الاحترام قله الادب. هو الناس داروا الفيسبوك او الواتساب، داروا التواصل وداروا الحوايج زوينين، فلا داعي انك غتنوض تعير واحد الانسان فنان. يعني ملي كيوصل المعيار ما بقاش فنان، مع كامل احتراماتي. والانسان اللي كيكون عنده واحد الانترفيو واحد الحوار كيحاول يتجنب انه ينافق او يكذب او هذا، ملي كتلاقى مع ذاك الفنان كتضحك ليه في وجهه. لا انا كنبغي بنادم هذه عجبتني عجبتني ما عجبتنيش ما عجبتنيش، فلهذا فحشومه ذاك المعيار هذا ما خصوش يبقى. هو ما نقدرش نقول لك الاسم، كاينين اصوات كاينين اصوات، وانا باقا كنقولها كاين واحد الصوت كيعجبني بزاف، هذا بغض النظر انني ما كنعايرش الاصوات، لاننا ديما كنقول الاصوات محسوبين على رؤوس الاصابع. كاين صوت كيعجبني سناء عبد الحميد، ما كتبانش ما مشهوراش، وهذا مي صوت رائع، صوت قوي، صوت جميل. كاينين اصوات بزاف، منهم عصام سرحان، منهم بزاف ديال محسن صلاح الدين، منهم يوسف الجريفي، يعني ما غنقولكش غير هادو اللي كاينين، كاينين لان ما يمكن ليش نعقل على كل شيء. كاينين اصوات زوينين.